أعلنت وزارة الزراعة أنه تم الإفراج عن 319 ألف طن من مستلزمات الأعلاف ذرة وفول صويا، ذلك خلال الفترة من 22 من شهر سبتمبر الماضي حتى 12 من شهر أكتوبر الجاري بحوالي 170 مليون دولار. وشمل الإفراج 216 ألف طن من الذرة بحوالي 78 مليون دولار و103 ألف طن من فول الصويا بقيمة حوالي 77 مليون دولار، وأيضا إضافات أعلاف بحوالي 15 مليون دولار، ليكون إجمالي ما تم الإفراج عنه 8.1 من عشر مليون طن بإجمالي 3.9 من عشر مليار دولار. انطلقت في الأسكندرية فعاليات مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية الأساسية مثل السكر والزيت والمكرونة والأجبان، وتم تكليف جميع الأجهزة التنفيذية والرقابية بالتفتيش المستمر على كافة الأسواق والشوادر والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة والمحال التجارية للتأكد من الالتزام بالأسعار المعتمدة وتوافر السلع والتصدي لأي محاولات احتكارية لأي سلعة خاصة السلع الأساسية. البضائع متوفره عندنا ومفيش مشاكل ابدا في البضائع، مستمره وموجودين، واحنا قادرين على ان احنا نوفر الاصناف. الصابون فيه تخفيض واللحوم فيها تخفيض شويه. في النهارده تخفيضات جميله جدا على الزيوت وعلى منتجات الالبان، شايف مكرونه ورز وزيت وسكر وفول تدميس، لما لقيت الحاجه ارخص من بره كتير. وفي محافظة الدقهلية بدأ تطبيق مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية التي تستهدف خفض الأسعار بنسبة من 15% ل 25% والسيطرة على زيادة في الأسعار لا سيما أسعار المنتجات الغذائية. وتم تكليف جميع الأجهزة التنفيذية والرقابية بالتفتيش المستمر على كافة الأسواق والشوادر والمعارض والمنافذ الثابتة والمتحركة والمحال التجارية للتأكد من الالتزام بالأسعار. عندنا التخفيض الأسعار بيبدأ من 15 ل 25% على بعض السلع و30 و35% على بعض السلع الأخرى. وزي ما حضراتكم شايفين هنا احنا في أحد المولات في العروض بكميات وافرة والأسعار مخفضة على السلع المتاحة والمتوفرة للجمهور. وفي محافظة بني سويف بدأت منافذ البيع المتنقلة تنفيذ مبادرة تخفيض أسعار السلع الغذائية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على خفض أسعار السلع ورفع العبء عن كاهل المواطنين. هذا وتم اصطفاف السيارات المتنقلة حاملة كميات كبيرة من السلع والمواد الغذائية. أنهت البورصة المصرية التعاملات على ارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الرابعة على التوالي، مدفوعة بعملية شراء من المتعاملين العرب وسط تداولات بلغت 5.3 من عشر مليار جنيه، كما ارتفع رأس المال السوقي 69 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.504 تريليون جنيه. وعلى صعيد التداولات ارتفع مؤشر إي جي إكس 30 بنسبة 4.95% ليغلق عند مستوى 22073 نقطة، كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة إي جي إكس 70 متساوي الأوزان بنسبة تقدر ب 1.66% ليغلق عند مستوى 3871 نقطة. وصعد مؤشر إي جي إكس 100 متساوي الأوزان بنسبة 2.97% ليغلق عند مستوى 5949 نقطة. فتحت المؤشرات الرئيسية في وول ستريت على انخفاض بعد صدور بيانات مبيعات التجزئة التي جاءت أقوى من المتوقع، مما أثار المخاوف من أن أسعار الفائدة الأمريكية قد تظل مرتفعة لفترة أطول، كما أن الصراع في الشرق الأوسط يزيد من خفض المعنويات. وانخفض المؤشر داو جونز الصناعي بنسبة تقدر ب 34%، كما تراجع المؤشر ستاندرد أند بورز 500 بنسبة تقدر ب 65%، وهبط المؤشر ناسداك المجمع بنسبة تقدر ب 1.9%.
انتهت أخبار الاقتصاد.